هذه الحرب بدأت كما هو معروف يعني نتيجة أن إسرائيل بدأت تتغول أكثر في الأوضاع العربية وتهدد البلاد العربية وتريد أن تفرض سيطرتها على كل البلاد العربية خاصة مصر، باعتبار أن مصر هي القوة العربية القادرة على مواجهة أي عدوان ضد الأمة العربية وحامية حمى الأمة العربية دوما سابقا ولاحقا وإلى المستقبل أيضا، لما تمثله مصر من قوة في الموقع والإرادة والقوة العسكرية والاجتماعية إلى ما غير ذلك. شعبنا المصري شعب أصيل، ويعني لا ننسى أن دماء الشهداء إخواننا المصريين، شهداء الإخوان المصريين معنا ما تزال في أرض فلسطين موجودة، وعندنا تقريبا يعني في مناطقنا تشهد بأن رفات الجنود المصريين مع رفات المواطنين الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة ما تزال ممكن موجودة في كثير من الأماكن. هنا كان هناك اقتراح بإغلاق مضايق طيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، لذلك فإسرائيل اعتبرت أن ذلك يعيقها ويمس بوضعيتها ويهدد أمنها كما يقولون، فقررت البدء بمعركة هجوم على القوات المصرية. وهناك كان تنسيق بين القيادتين المصرية والسورية في هذا الشأن، إلا أن تعرف أن الحروب دائما التكتيكات داخلها تتغير والمواقف تتغير، إلى أنه أصبحت يعني إسرائيل عندما قامت بشن عدوانها في 5 حزيران على المطارات المصرية واستهدفت في البداية القدرات المصرية قبل القدرات السورية، لأنها تعرف أنها إذا حيدت الجانب المصري فإن المعركة تبقى مفتوحة أمامها والطريق مفتوح لتحقيق ما يعتبر انتصار في الجانب الإسرائيلي. فكان ما كان من أن إسرائيل قامت بالضربة الأولى بالرغم من التطمينات التي تلقاها الرئيس جمال عبد الناصر والقيادة المصرية من كثير من دول الأصدقاء أن إسرائيل لن تقدم على الضربة العسكرية الأولى، ونصحوا الجانب المصري بالتريث وضبط النفس حتى يتيحوا فرصة للجهود الدبلوماسية، إلا أن ذلك كان خدعة، فتم خدعة الجانب المصري والجانب العربي، وشنت إسرائيل في صبيحة 5 حزيران يونيو عام 1967 غاراتها الجوية المكثفة والتي دمرت خلالها 3/4 سلاح الجو المصري إن لم يكن كله. لا مخرج ولا خروج من مأساة حرب عام 67 التي لا تزال آثارها حتى الآن وفقا للاتفاقيات الموقعة، وهو أبرزها القرار 242 و338، لا تزال تداعيات هذا العدوان قائمة حتى هذه اللحظة، والمخرج الوحيد هو أن تتحد الأمة العربية بالفعل وليس بالكلام في وجه المخططات الإسرائيلية، وألا تنساق الأمة العربية وراء الدعوات وراء الأوهام بأن أمريكا ستحقق سلاما في الشرق الأوسط. هذه الحرب تركت انعكاسات سلبية جدا على القضية الفلسطينية، ذلك لأن إسرائيل استراتيجيتها في المنطقة قائمة على عدم الوصول إلى أي سلام مع الفلسطينيين، لأن السلام في حقيقته إذا طبق وفقا للمبادئ العربية والإسلامية والقرارات الدولية فإنه يجرد إسرائيل من استراتيجيتها الرئيسية وهي فرض السيطرة والهيمنة وضم الأراضي الفلسطينية إليها، كما حدث في أعقاب حرب 67 مباشرة ضمت أعلنت عن ضم القدس الشرقية إلى القدس الغربية، واعتبرت أن القدس كلها عاصمة موحدة لإسرائيل بشطريها الغربي والشرقي، إضافة إلى إطلاق يد إسرائيل في الاستيطان الذي هو يتفاعل يوما بعد يوم ويتعمق في أرضنا الفلسطينية يوما بعد يوم، حتى أننا الآن لا نجد ما نتفاوض عليه. ولذلك هذه الانعكاسات السلبية على الواقع الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية
جعلتنا وتركتنا في بوتقة الإطار الإقليمي والدولي الغير مناصر لقضيتنا، والذي بدأت اهتماماته بقضيتنا الفلسطينية تتراجع أمام ما يحدث في الوطن العربي من تفاعلات داخلية، حيث الحروب الإقليمية بين الشعوب العربية والدول العربية وشعوبها تتجاوز حد المعقول في الوقت الحاضر.